مالك مالك طيح خاصك شكون خاصك خاصك قدام كيفاش حنا؟ شنو؟ ها كي جات شوف شوف دلع خليتها مع عمي وكلات دلع وكلات دميرات هاي ليش نحن؟ يدير الأجواء زوينة تبارك الله ياك ايه ياه 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 كريمين وديالنا كريمين وديالنا هذاك هذاك اشنو راه شي زوين ياك تبارك الله الأجواء ديال الناس ديال الأطلس ديما كتكون زوينة ما شاء الله غير المجمع هذا وغير هذا راه الخير والبركة الله كافي تبارك الله شنو حفصة أجواء واعرة شكون حال غزالة صراحة والله العظيم واش تقول أيا؟ شو ياك كثير طاحت لك سوا شكرا طاحت لك سوا ديال الشيء شنو مواش جيتي عندي ما جي عندي أختي ما جي عندك والو أسي عبد الرحيم أصح يلا حصل شديك كاين احش شمال هذا ما مالو عبد الرحيم يلا طلعوا ان شاء الله خليكم معنا صافا اشكم مالا بناتي واش دوك لاصكم حصاتي عاشينا معاكم صح واش دوك لاصكم راك صعيبه كمدير الدازي يمشي معنا تمشي معنا عبد الرحيم يمشي معنا واقيلا يا راجل السي عبد الرحيم عطى شي كلمه للمتسبانس هو اللي تلي تلي والله الا الشاب هذيك اش راكم في الصح والله كيسولوا فيك والله عبد الرحيم هادي جابها ليهم جابتها باش راك عبد الرحيم واش كيزول ماكاينش كاين اخويا الزين عبد الرحيم هذيك اللعيبه صافي صافي عمي صافي احنا ما عندناش غير شي معنا شي غير معكم وكيل حاجه راه مزيان صافي صافي انا ما كاينش البلاصه نمشيو لا ماشي بوحديتك انا غير بوحدي صافي هادشي معنا فعطى شي كلمه للمسجد بها انا غادي الوالد راه داي المجموعه ديالو قال لك ضروري صاحبو ما يفرطش ضروري خصو يدير المجموعه ديالو العرس ان شاء الله ايوا حنا غادي نلعبو ان شاء الله شدو الطريق انا والوالد نرحلو مارتين ان شاء الله عندي معنا تاع انا الراجل قال لي هجوم كبير حنان بصح ان شاء الله قدام شوف ان شاء الله واحد النزهه ها شوف واحد النزهه ما كاين لا نزهه هي مارتي ان شاء الله هذا هذا محمد بن مارتي شوف دارهم مريح هذا الوقت هذا هو اللي خلاه الخميس ما نعرف ها رجعوا ان شاء الله بغي خليها تاع الخميس الواحد شنو هي؟ تاع الخميس مارتي اه غندير واحد السير غندير واحد السير مع عبد الرحيم الخميس كي رابع اجي تشوف رشيد اجي الحمد لله قاعد راح يشوف رشيد باش يشوف الكاميرا لكن غير بقاش انا نشوف الكاميرا ديالك هذه الضربه سلم احسن سلم سلم ليش ما نشوف خليه هو دير لنا واحد الصوره دابا شي حاجه هذا ان شاء الله غادي نكبروه ونعلقوه زينه صافي غادي نعاود ندير واحد الصوره هنا راه شوف يا رشيد هنا واحد جوج راه جاتكم واعره السي عبد الرحيم صافي يلا صافي طلع عبد الرحيم اه حسن هذيك هذيك سميتها غاش دغي واحد بيدينا من لي هذيك لا لا طلع معنا طلع معنا عبد الرحيم لا طلع معنا والله صافي بلاتي نسدها حنان غنصبروا ليك وحفصه ركبوا هنا اللورو حنا اللي صغار حنا بثلاثه بينا حسن كاس قيس هذا سميتو حسن واه حسن لا غنريك الشغل ما تخممش هذا كيمشي يهرس يقطع لهم غير شي سميتها يلا حفصه من العرس كلاش وحسن حلنا الباب اللور صافي سيري انت زعما انا نكبر مع صافي زعما انت عندك تربيه زعما تشدها انت شدها انت كتبغي يكون ركب انا والبنات هنايا هو غير يركب هنايا هو يلا الله يعاونك وليد مشيت انا وعبد الرحيم ديالي لا 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 صعيبه حاضره والله غير اجيو صافي عبد الرحيم يركب حدا لا ملي كدوز الطريقه زوينه ياك زعما الا دزتي من هنا فين كاينه الفلاحه عمي خايبه وين الا دزتي من هنا احسن باش انا غير نخليها
والله هذيك راه شافتي ولات عندهم. اش عبد الرحيم ركب هنا حدا حفصاش. اش سير تما حدا حفصاش رشيده يا ذيك راكب. يلا الوليد وتابعنا الاوفياء. واه عبد الرحيم لا لا غير هادشي كاين البلاصه صح. لا لا كاينه على حادري اشوف غتقيسها والله الا غتقيسها بالله والله الا تهضر معاك بصح اجي. واه عبد الرحيم حتى يا اجي يا صاحبي انا زعما غاتشوف غدا المارتي لا صاحبي اجي صافي اللي بغيتي. لا غير اجي غير اجي اطلع اصاحبي ركب اجي الوالد ركب تركب الوالد معزز وكرم لك يا ربي يا الله عبد الرحيم ديماري انتم الخوت دابا ان شاء الله تا خليني نجي نكون وحدكم شنو مالك غير كتمشي لا 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 كيما كتشوفوا الخوت دابا حنا غاديين في اجواء جد رائعه الصراحه. رشيده شوفوا كيفاش راكبه السي انس شنو درتي بها؟ ديالنا هنا واش غدير حسن غدا مع انس؟ طحنا عليك بالله عرفتي كون تبغيو دير واحد القضيه مزيانه وتبغيو دير واحد القضيه مزيانه مشينا انا وحفصه وجي حسن ورشيد يبقاو هنا في الدار قابلكم انا انس مزيان ها صافي وحسن عبد الرحيم ان شاء الله عبد الرحيم غدا واقيلاتي انا وحفصه نمشي معاكم والله صافي تجي حسن تريحنا في الدار بالحق احسن عبد الرحيم حنا نلبسو انا والوليد راك عارف الولد ما يبغيش يكس بزاف اه نلبسو غير 4 ايام صافي يلا معنا وجيو معايا صافي على مولانا فهمتي اني حنان يا حنان هذا سلف علو مع حنان عبد الرحيم خرج مشي حنان كاينه خمسه د البلايص صافي السلام عليكم صافي سلام عليكم وصلنا 10 غنتسناو حنان تخرج عبد الرحيم مع 10 ونمشيو ما تقدرش ما زعما كنمشيو شويه بكري من الاحسن عندها واحد الامتحان زعما انا عندها امتحان نتسناو غنتسناو عبد الرحيم وصافي الله يسهل عليك تي راه مسكينه حتى هي عشرة عندها الشوق في البحر ما بردتش غريبة الواليد سكر 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 الواليد حلاوة الحلاوة سي انس وانس اش غنديرو معاه بقينا نخليوها رشيدة والله والله ان شاء الله بالمصند المناسب عبد الرحيم هذا انا غنقول سعيد انا ندور الحلة رشيدة يا بي رشيدة والله اخويا انا لقيت الكرسي والله الا دابا شوف ديالنا كي داير شوفوا هذا اشحال راه وربما ما عرفت حتى الاجواء غتكون تما زوينه شي غتعيشوا معنا واحد الاجواء واخا عطلت عليكم هذه اللقطه هذه ولكن سمحوا لينا عطلت عليكم انا ما بغيتش ندير لكم بالعاني باش ناكل معكم العصا المتابعين راه انا راني حضرت الليله ديال البارح كانت زوينه بغا تجي عندي هذه الليله غتكون اكبر زوينه انا نصيحه تمشي البارح واخا في البلاصه كنا نصوروا لكم واني للاسف راكم عارفين كيكون الواحد انا هذيك يلا
اشوف ايه 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 كريمين ديالنا كريمين ديالنا هذاك اشنو راه شي زوين ياك تبارك الله الاجواء ديال الناس الاطلس ديما كتكون زوينه ما شاء الله غير يجمع هذا وغير هذا راه الخير والبركه الله كافي تبارك الله اشنو حصه شوف شوف أجواء واعرة شكون الحال؟ صراحة والله العظيم ايش تقول أيا؟ شو ياك كثير رضيتك سوا شو؟ شو كثير رضيتك سوا ديال الشيء؟ شنو مواش؟ جيتي عندي ما جي عندك أختي ما جي عندك والو أشنو السي حسن؟ السي حسن تيقدم هذه السي معطيش عربون على المحبة والصداقة اللي تجمعنا والحمد لله اليوم تنباركوا له العرس هو خويا أيوب السي أيوب هذا هو العريس متابعينا الكرام ونتمنى نتمنى من الله تعالى وتبارك يسخر له الله في هذا العرس ديالو وفي هذه الزوجه ان شاء الله تكون زوجه صالحه متابعين الكرام ويكونوا ابناء بطبيعه الحال والسي ايوب عنده واحد القناه في لا انستغرام وفي فيسبوك شو سميتها اشرف؟ عرض عليهم اخويا سميتها فيزا ازرو طرافل عاود راه ما سمعوش فيزا ازرو طرافل واش يديروا فيها؟ فيزا اترو كندير فيها لي فواياج اونغاليزي ولوكاسيون ديال الميني بيسيت يا كاين الرحلات كاين الجوائز والله يسخر السي ايوب الله يجعل كل شيء مفاهم صار اعطي السي ايوب اخويا الامانه ديالك لا تعطينا المعطيش لا تعطينا المهم المعطي انا جيب المعطيش اصي معطيش شوف هادي معطيش سلام فيك لا انا تنعرف معطيش ها هو شو وين السي ايوب مسكين هادي امي العريس وهذا الوالد ديالو الشريك الوالد مسكين خلاص بطبيعه الحال تنضحك معكم المتابعين راه كاين معطيش كاين امي ماما الله يعمر هذا وكما قلت لكم بغيتكم ان شاء الله دعموا لنا العريس العريس دعموه ليا لاباس سميتها فيزا ازرو ترافل فيزا اترو ازرو ترافل ازرو ترافل جبد لنا اشرف يرحم بك جبد اشرف هو اشرف يجبد عليك بغيتكم انا المتابعين كاملين تهجموا عليه ودخلوا عنده وتقولوا جينا من عند قناه محبوبه او سي معطيش دابا العروسه الاولى اللي غتدخل بوم عاد ياك العروسه الاولى اللي غتدخل الثانيه اي والله يسخر امي ماما باش عرفوا ايوب راه غيسكن في مكناس الحسن راه ما يسكنش مع والديه آه لا صح والله الا مشيت ما نسخروش بها صح هو تما اي والله يسخر الله مسكينه وحنا عاوتاني ونمشيو لك 17 ها نمشيو لك تنساليو البصله واش كاين شي مليح في البصله هذا شهر العام داخل الحمد لله ياك نخليو نشوفو ايوا الحمد لله صورت راني صورت راني الحساب في القناه هذا داكشي ملي عنده تبارك الله مقابل ما شاء الله تكون سهره زوينه تدخل عليهم بالرزق وبالتيسير وبالمنفعه الحسن وهذا ما كان الا رشيد ياك اشنو رشيد يسخر لهم انتم انا زهره وصلي عمر هذا الله يجعل كل شيء مباركه وسعود والله يسخر لهم والله يجعل هاد العروسه تكون مباركه وسعوده على العائله وتكون ان شاء الله اش غيكونوا قصتها زوينه وميراتي وتغرق وتغرق ايوب بالولاد ان شاء الله بالولاد وبالرزق شوف الرزق راه مع الوليدات ومع كل شيء حنا ما نقولوا غير الاخ ايوب غادي نتاقيو ان شاء الله غنبارطاجيو القناه ديالو نتاقيو في الانستغرام وعند فرصه وعند تيتيش وعند فيسبوك ديال محبوبه ان شاء الله انا غنسكرينيه باش ها هي الحسن فيزا اترو فيزا فيزا ازرو خافيل راه عندك تقريبا 1000 فلوس راه مزيان بغيتكم المتابعين كلكم نعطيكم السر تدخلوا عند السي ايوب وتنخرطوا كما تيقولوا فضلا وليس امرا وتقول لنا الانستغرام جبنا الانستغرام دابا نفس السميه نفس السميه غير جبنا نشوفوا شوفوا اللوغو شوفوا اشرف شي صايب اللوغويات اللي بغى شي لوغو عشان يجد راه يكون اشرف خطير مرحبا الحمد لله تشينا وكلينا وشربنا
دابا بارك لنا العريس غادي نزيدو بحالتنا نمشيو نتكاو السي ايوب الله يسخر لكم الله يكمل بالخير اخويا الله يكمل بالخير اخويا وفر الوالد مشى واقيلا الوالد مشى عيا واش قلت الله السي حسن شويه ما عطيش والله يعطيك ياك ما عطيش يعاود لك ياك واش كاينه الرجوله ولا ما كايناش الله انستغرام ديال خويا ايوب طبعا يطاكي وان شاء الله يطاكي وان شاء الله بنهاية فيزا ازرق طبعا اللوغو هو هذا والعريس هو هذا العريس هذا هذا العريس مين العريس المزوقة ابازيلي على العريس على العريس ما شاء الله عليك اخويا ما شاء الله عليك اخويا ايوه ولد الناس ومرضي الوالدين الله يعمر هذا والله العظيم ماشي يهزمنا ولاد معطيش مرضيين من الكبير حتى الصغير ايوا هذا مكان وان شاء الله خويا ايوب شوف ما راه يكون واحد الدعم احسن يكون خاص ان شاء الله يكون خاص يعني ما يكونش يعني هكا الصداع وداكشي ونجلسوا بشي كاس داتي خويا سميتو ويجيب الله التيسير والله ما شاء الله يا ربي مرضي الله يسخر الله يكمل بالخير الله يحفظك الله يبارك فيك سي معطيش الله يسخر اخويا المتابعين ديالنا هذا مكان الى فيديو اخر يعني هذه الرباره كانت ديال العريس الباش طلب لينا باش نساو شرا الطيابه والله انا داخل مسكين الطيب انا ضربت الله يهديه الله يعطيها سمع سمعت الجيوه طيب الله يعطيها عمر هذا الله عمر هذا الله يحلي ما صبروا والدراع ايوا هذا ما كان السي حسن نشوف دابا ان شاء الله دابا شدونا نشوف مع الشيخ ان شاء الله يا ربي صافي السي حسن تبارك الله عليك دابا نشدو شويه الشيخ اللي موجود به اشنو ام حليمه؟ ياك حبيبه يا ياك حسن مرحبيبه يا ام حليمه الحبيبه الله يخليك عرفتي الدجاج كي جاي ام حليمه والله الا الماكله بالله شوف الله تخطانا ام حليمه اش زيد راه هذا ام حليمه الله يشدك الله تخطانا ام حليمه ضربنا الخلا لا يعطيك الصحه ام حليمه نشوف شي فوطه مع ام حليمه في هذه المناسبه الزوينه كلاب الناس وشربوا ثلاثة هاد القناطة اللي وجدت ام حليمه رحمة عليك الله يسلمك ثلاثة هاد القناطة اللي وجدت مسكينه زعما اش غنقول لك الله يعطيها الصحة والله والصبر ديالها والله ما صبروش يمر انا تنقول والله ما كايناش بنت الناس عندها كالمرة مرة صبر الصبر ام حليمه الصحة والراحة عليها شنو ام حليمه كتقول نعاود العرس انا واقيلا وصلنا عاود شي عرس باش طيبنا ام حليمه اش كتقول يا ام حليمه المتتبعين اشنو قال راه ما سمعتش اش كتقول للمتتبعين ديالي يتابعوني ويزيدوا منهم حليمه شوفوا لنا الرقم ما بقاش كاع شباب الصحه ام حليمه 120 دجاج 120 دجاج 120 الطعام اشنو بقى صفه منه صفه منه تبارك الله قالت شنو قال حسن شنو قال حسن قلت لها راه اللي تزوج على مرته راه ماشي راجل قالت لي محجوب تمام الفيديو محجوب لحد ما زيد ماشي هكا قال المتابعين يوم اللي تزوج على مرته واللي غير مرته واللي ما تيقدرش المرأة وتيحتاج القيمة ماشي راجل بالنسبة لي السلام عليكم هادشي اللي كاين واليوم ام حليمه هذيك 150 دجاجه مشات او غير العدومه شوف مسكين العرق ديال ام حليمه الله يسمح لنا من العرق شوف شعفور عرقان والله الا خليك ام حليمه كان صبرنا راه الحسيمه ان شاء الله ان شاء الله ولدي الحسيمه انا مشاو ماتيت انا ام حليمه انا في بوحنه تيجي ما الصويره الا الحسيمه يا هذا الخوت نمشيو نشدو لكم دابا شويه الشيخات تفرجوا بنات واحد الطريق يلاه سير الله هذيك الساعه نمشيو بحالنا ان شاء الله